ضمن منافسات الجولة الأولى لدور كرة اليد، تمكن خيطان من تحقيق انتصار مستحق على حساب الساحل وبنتيجة 40-30، في حين خيم تعادل على مواجهة بورغان والجرين بنتيجة 29-29. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تعود الإثارة والندية لدور كرة اليد لا سيما مع التحضير المميز لجميع الأندية، فمع منافسات الجولة الأولى حقق فريق خيطان انتصارا مهما وبفارق 10 أهداف من أمام فريق الساحل، والذي يعود للمنافسات هذا الموسم بعد إن غاب في الموسم الماضي. خيطان المتطور أثبت قوته بتحقيق انتصاره الأول بعد أن أنهى مواجهته بنتيجة 40-30. أما في المواجهة الثانية والتي كانت مثيرة وممتعة ما بين فريقا الجرين وبورغان، فكانت المباراة سجالا قويا. تقدم الجرين أولا، ثم عاد بورغان بشوط المباراة الثاني ليفرض التعادل على الجرين وبنتيجة 29-29. أول لعبة لنا بالدوري، مو مقياس، دائما أول مباراة تكون بالبطولة أصعب المباريات، لكن إن شاء الله المستوى يتطور شوي شوي مع رجوع كابتن سعيد كان مع المنتخب. أحب نبارك لهم على تأهلهم حق كأس العالم، حيرد لنا وإن شاء الله شوي شوي يرتفع المستوى، ترتفع اللياقة، وإن شاء الله بالمباراة لا يكون مستوانا أفضل وأحسن ونحقق النتائج اللي نتمناها والمركز اللي يستحق نادي بورغان اللي هو كان المركز الثاني بالكأس الموسم اللي طاف، وإن شاء الله قادم أفضل بإذن الله. ما قصروا الشباب، لعبوا مباراة زينة، مباراة طيبة، عناصر شابة موجودة بالفريق، قاعد نجهز هذا الفريق حق إن شاء الله حق السنين الجاية. أغلب العناصر صغار يعني بالفريق، عندنا المحترفين الاثنين زائد عندنا لاعبين ثلاثة اللي هم كبار، لكن الأغلب عناصر صغيرة اللي هم من 20-22-23 سنة. قاعد نعد فريق للمستقبل إن شاء الله. إذن انطلاقة شهدت بجولتها الأولى مستوى فني مميز لدوري كرة اليد وسط منافسات ستكون مثيرة هذا الموسم، لا سيما مع تألق المحترفين ولاعبي منتخبنا الوطني مع أنديتهم. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.